يسعد مساكن عن جديد. يعني مع قدوم العيد من الممكن لا سمح الله يعني نتيجة ظرف ما تعرض له الشخص وخاصة الأطفال والأطفال الفضوليين يتعرضوا هيك لإصابات بجروح ممكن تصير، ممكن يصير حروق، حالات تسمم أو حتى إغماء وغيرها من الأعراض الصحية اللي بتكون بحاجة لإسعافات أولية أو الدخول بحالة طوارئ. أنا ما عم فاول على حدا، إن شاء الله ما بيصير شيء، بس نحن هيك من باب الاحتياط بدنا نحكي عن هذا الموضوع بفقرتنا لليوم. صحيح يا ميشا، يعني وممكن كمان تكون نتيجة التخوف يتم علاجها بطريقة خاطئة فبتأدي لمخاطر. لنعرف أكثر عن هالموضوع كيف ممكن يتم علاجها بطريقة صحية، معنا دكتور محمود مراد اختصاصي بطب الطوارئ، صار معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم يا رب، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا وكل عام وأنت بألف خير. رمضان كريم أنا أخذ معي تبع الشهر كله يعني، فكل عام وأنت بخير. إن شاء الله كل عام وأنت بخير، ينعاد عليكم بالصحة. ينعاد عليك يا رب. أهلا وسهلا فيك دكتور، وفطر مبارك. كنا عم نحكي تحت الهواء، سألتك سارة أنه شو أكثر يمكن الأشياء اللي بتتعرضوا لها بهذا اليوم أو أكثر الإصابات اللي ممكن تكون موجودة، قلت لها كتير وما عنا عيد مثلكم، يعني إن شاء الله بينعاد عليك يا رب. وأنتوا هيك يعني بهذا اليوم بتكونوا عن جد مصدر حماية وأمان لكتار من الأشخاص اللي ممكن يكون عندهم ظروف كتير بسيطة ولكن بتلاقوهم على السريع الحل. خلينا نحكي فعليا عن أبرز الإصابات اللي ممكن تتواجد بأول أيام العيد. تمام. هلا نحن بصراحه الاصابات اللي بتصير بالعيد هي متعدده الاشكال. انت تفضلتي وحكيتي على الاصابات الرضيه، بس الحقيقه اكثر الاصابات بتكون بالعيد وخصوصا باليوم الاول هو الاصابات الهضميه، لانه بنكون نحن خلال شهر رمضان في عندنا نظام غذائي معين ثابت. المعده خلال هالفتره هي كلياتها بتصير صغيره، نحن باول يوم العيد مباشره تنكسر كل العادات تبعنا فجأة، فمندخل أكل بطريقة غير صحية وبنعدد وجباتنا بسرعة. هذا بيخلي يصير عندنا أول شغلة اضطرابات هضمية. تمام؟ صحيح. تلبكات معوية واضطرابات هضمية. إذا كان الوضع أسوأ من هيك ممكن يحتاج الإسعاف والذهاب للمشفى أو للمراكز الإسعاف، ممكن يصير في عندنا إقياء وإسهالات، وهدول بنشوفهم كتير بأول يوم العيد. يعني معظم الأشخاص اللي بيزوروا المراكز والمشافي هن اضطرابات هضمية. هلا بعدين لما نبلش مثل ما تفضلتي أنت، يطلع الأشخاص للعيد وللساحات العيد ولا يعملوا يمارسوا نشاطاتهم، بيكونوا هن متحمسين كتير، عرفت شلون؟ هذا بيؤدي لإصابات رضية. هلا نحن بالنسبة لنا كتير بهمنا اللحظة الأولى للي بيصير مع المصاب وكيفية التعامل معه. هلا دائما نحن مننبه الأشخاص على إنه شو ما لازم يعمل مع المريض، لأنه غالبا نحن بنعمل شغلات وعادات مع المريض اللي مصاب بتؤدي إلى أذية للمريض أكثر من اللازم. مثال جرح، نحن مباشرة أشخاص كتير بيحطوا قهوة، بيحطوا بتصرفوا تصرفات بيرتعبوا، بيرتكسوا معه بطريقة مستعجلة، هذا بيؤدي لزيادة الإصابة. هلأ شو المفروض نحن نعمل؟ في حالات الجروح المفروض أول شغلة نكون ضابطين لأعصابنا بشكل جيد، نهدي المريض المصاب، ما نرتكس معه، نزيد توتره. تمام طبعا. لأن زيادة التوتر يعني زيادة الأدرينالين بالجسم وبالتالي حتى زيادة النزف والأذية بتصير أسوأ. فنحن أول شغلة لازم نهدي المريض ونركز على المكان الإصابة، يكون عندنا أعصاب لهالشيء هذا طبعا، ونركز على مكان الإصابة ونقوم بعملية ضغط على الجرح. نستخدم إذا في شاشة معقبة كتير منيح، ما في شاشة قطعة قماش نظيفة نحطها على المكان ونضغط بشكل جيد، ريثما ننقله للمشفى. قديش في تصرفات خاطئة عم بتكون من الأشخاص العاديين بهذا الموضوع مثل ما ذكرت حضرتك، وما عندهم يمكن هاي المعلومات ولا حتى هاي الثقافة؟ يعني مثل ما ذكرت إحدى الأمثلة إنه إذا انجرح الواحد بحط ممكن قهوة، في عالم بتحط معجون أسنان، في عالم بتجيب مثلا شغلات من الصيدلية بس بدون وصفة بدون شيء، وكمان بتقعد تتدخل فيها، في عالم دغري بتعطي دواء، في عالم بتتصرف. قديش في هاي التصرفات ممكن مثل ما ذكرت تأذي، قديش لازم نبعد عنه، وشو ممكن يكون أخطر لهي القصص في حال مثلا حكينا عن جرح؟ تمام. هلا نحن قلة الوعي الطبي
قلة الوعي الطبي هي شغلة سيئة. هلأ المفروض عالمياً أن يكون نحن عندنا بين كل 10 أشخاص موجودين بأي مكان يكون في شيء اسمه مسعف. المسعف هو ما له طبيب، هو عنده قدرة للتعامل مع الحالات الإسعافية بحيث أنه يوصل المريض بطريقة آمنة للأيدي الاختصاصية اللي تقدر تشتغل فيه. صحيح. تمام؟ هلأ نحن مثلاً تفضلتي أنت مثلاً حط القهوة، هذا شيء سيء جداً. تمام؟ لأنه هو بالنهاية ممكن يعمل مرض اسمه الكزاز للمريض. نحن فقط عبارة عن تعقيم بسيط، ما نحط كحول. هلا يمكن انا ذكرت معجون الاسنان يمكن على الحرق، معجون حتى معجون الاسنان. هلا الحرق مثلا نحن الحرق نحن صار معنا حاله حرق، كثير مهم باللحظات الاولى. نحن بالاسعاف على فكره هي اللحظات الاولى هي اللي بتحدد مستقبل الافه. يعني مثلا حرق رح يترك علام ولا ما رح يترك علام، رح يترك ندبه ولا لا، نتيجه التصرف الاول. التصرف الاول هو اللي بيعمل هيك. انا مثلا عندي حرق، بكل بساطه لازم عرضه وحطه تحت المي الجاري من المية الحنفيه، ليست السخنة، الباردة. نفتح المي ونخليه 10 دقائق. حلو، عرفت شو؟ هاي الكمية الماء اللي بتنحط على هالجرح هذا لمدة 10 دقائق، هذا بتعطي كتير إيجابية بالنسبة لمستقبل الحرق اللي بده يتعالج. وطحين الرز، ممنوع ينحط أي شيء، لأنه بصراحة الحرق إذا بدنا هلأ موضوع طبية كتير واسعة، بس بدنا نبسطها قدر الإمكان. الحرق هو جلد صار فيه أذية. تمام؟ الجلد من أهم وظائفه هو أنه يحمي جسمنا، في حوالينا كتير جراثيم وكتير الجو كله جراثيم وفيروسات. الجلد هو عبارة عن طبقة عازلة بتعزل هالجراثيم وهي عن دخول للجسم وتهجم عليه. تمام؟ فنحن لما بنحط أي شيء أكيد ملوث، أكيد في جراثيم، والجلد ما في مناعة لحتى يمنع فوتة هالجراثيم. لذلك نحن فقط بنحط قطعة قماش نظيفة، إذا كانت متوفر الشاش ولازم يكون متوفر قدر الإمكان، بنحط شاشة معقمة. فينا معقمات ما نستخدم الكحول مثلا لأنه كتير بيعمل أضرار للحرق، نستخدم معقم بسيط مثل السافلون مثلا، وشاشة ريسما نشوف الطبيب، نوصل على مستشفى أو نشوف الطبيب مثل ما ذكرت. تمام. حضرتك يعني هيك نحن بنكون حكينا عن الجروح وعن الحروق. مشكلة كتير بيعاني منها أشخاص بالعيد هي التسمم نتيجة التخبيص يمكن بالأكل مثل ما بنقول بالعامية، الحلو مع الدسم، بدنا نشرب فنجان قهوة من هون وعصير من هون، ممكن انه هو يصير حال التسمم. وحتى خاصه الاطفال اللي يعني هن ممكن يتناولوا اي شيء ما بيعرفوا هو ملوث او غير ملوث، هي كمان صحيح. بتسبب كثير مشكله. ممكن اعراض تظهر على الشخص يكون هو مصاب بالتسمم، بدايه شو هي الاعراض اللي ممكن تظهر وتدلني فعلا انه انا عندي حاله تسمم وكيف لازم اتصرف؟ هلا نحن الطفل اول كبير الاعراض اللي بتصير اول شيء اعراض المغص، الآلام البطن الماغصة اللي هي بتشد وبترخي على الطفل، هي أعراض بسيطة نحن ما بنعتبرها ذات قيمة كتير عالية، إلا إمتى بنعتبر هذا المريض لازم يشوفه طبيب؟ لما بصير في عندي إخياءات متكررة، إسهال رافقة، حرارة. تمام؟ هدول الأعراض الأساسية، هون لازم نشوف طبيب لأنه بده يقدر هو شو نوع الإصابة اللي صارت وشو ممكن نحن نقدم له معالجة. أما المغص هو نتيجة تلبك معوي وليس التهاب ولا تسمم، فهذا المغص ممكن نحن نعالجه بأشياء بسيطة جدا اللي هي السوائل الساخنة، وممكن نستخدم السيتامول مثلا. هلا بشكل عام نحن مفروض نعمل عادات، يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. مفروض نحن نعمل عادات صحية أثناء، ما رح ننحرم الأكل أكيد، بس لازم نعمل نظام إنه ناكل نشرب سوائل ساخنة بدية على المشروبات الغازية، عن القهوة والشاي كتير نشرب كمون، مليسة، نعنع، نحاول أنه ندخل هالنظام هذا بالضيافة تبعنا، هذا كتير صحي. تمام؟ نبعد عن الأكلات اللي الدسمة والزيوت اللي بتدخل فيها، المقالي، الفلافل، الآخرية، هذا كله نحاول بنكون محرومينه برمضان، فنتشجع بشدة أنه ناخده خفف يعني شوي منه الأيام جاية. تمام؟ بين بقى يبلش الجهاز الهضمي يرجع يتنظم للحياة الجديدة تبعنا. يعني صحيح. طيب فعلا هو موضوع مهم، موضوع التسمم، وذكرت حضرتك يعني كيف لازم يتصرف الشخص. هلأ إذا بدنا نحكي عن الأطفال، الأطفال يعني العيد بشكل عام بيقولوا لك للأطفال أكثر لسه يمكن من الكبار، قديش بينزلوا قديش بيلعبوا، في حال صار في حالة كسر
لا سمح الله مثلا، كيف كمان لازم تكون التعامل معه ان كان للكبير او حتى الصغير؟ بس من يعني بنأكد يمكن على الصغير، يمكن لانه بيقولوا عظمه لساته بيكون طري، ممكن اي تصرف لا سمح الله يسبب له اذيه كثير كبيره. بحاله الكسر كيف لازم نتصرف بالبدايه، وحضرتكم كيف كمان بتتصرفوا مثلا لما بيوصل لعندكم الشخص على الاسعاف؟ تمام. هلا نحن الكسر اللي ممكن يصير، اكل الولد وقع في عنده رضه بايده باجره، ممكن يكون صار في تشوه، في الم موجود. هلا المطلوب من المسعف هو انه يحافظ على الوضع اللي موجود فيه، ما يقدم له اي خدمه غير انه يحافظ عليه. كيف؟ عندي مثلا من اهم اعراض الكسر هو الالم فقط، انه هو الالم. هذا الالم نحن بنسيطر عليه عن طريق تثبيت الكسر. تثبيت الكسر شلون ممكن نثبته؟ ممكن نستخدم خشبة، ممكن نستخدم كرتوني، لفة، ونحاول الربطة اللي بدنا نربطها نبعد عن مكان الكسر، ما نربط فوق المطرح التشوه تبع الإيد وننقله نحن للمشفى. هلأ نحن لما بنشوفه، لما بتصير الخدمة الطبية هي متقدمة أكثر بصراحة، أول شغلة نحن بنفحص، بنطمن على الشرايين إنه ما فيها إصابة، والأعصاب إنه جيدة، وبنعمل له صورة، وحسب الكسر إذا كان بسيط فبنحط له جبيرة جبس، وإذا كان متبدل ممكن يحتاج لرد لهالكسر هذا وتثبيته كمان بالجبس. في أشخاص يمكن مشلين يعني بيتعرضوا لكسر ولكن ما بيعرفوا إنه كسر، فبيناموا على القصة لتاني يوم بيفكروا مثلا وقع عم تجعوا مكان الوقعة، وبيتركوا بيتناسوا الأهل ممكن الموضوع، وبيخلوا لتاني يوم ثالث يوم بعدين لحتى تتنفخ. فهون أنا بحس إنه كتير في مشكلة، شو ممكن يكون الأعراض؟ لا عادة هي الكسور اللي بيكون بيهملها الأهل المريض بتكون كسور بسيطة وليست كسور خطيرة. يعني حتى في أنواع للكسور طبعاً. يعني البسيطة، البسيطة ممكن مثلاً تتحملها. هلا عند الأطفال نحن في عندنا كسر اسمه غصن نظير، اللي هو بيضل العظم مثل ما هو ولكنه مؤلم. تمام. أي استخدام للعظم بهالمنطقة هاي ممكن بده يكتب، بده يلعب، ما بيقدر يستخدم إيده، فهي الألم ما إلى مخاطر على المريض. تمام. بس هي فقط بتخفف من عجز، بتعمل عجز عنده لأداء وظائفه، بس منخاف منها نحن. بالرغم من هيك ما بيصير نهملها، لأنه ممكن يصير معه رضة تاني على نفس المكان وتتحول من كسر بسيط لكسر أكثر سوءا. تعقيدا تماما. كمان رح نحكي عن موضوع كتير مهم، في كتير أشخاص عندهم مشكلة السكري أو مرض السكري، الله يعافيهم يا رب ويشفيهم، ممكن نتيجة أنه المستحى نحن بنستحي أنه نقول لا ما بدي أكل، شكرا ما بقدر، مثلا عندي مشكلة صحية، بدك تأكل تفضل تفضل تفضل، بيأكل أول بيت وبتاني بيت، فهو ممكن يصير عنده مشكلة بارتفاع السكر، أو في أشخاص بيصير معهم نتيجة ظرف صحي موجود عندهم هبوط بالسكر. كيف فيني نميز بالأعراض ما بين ارتفاع السكر وهبوط السكر، وشو بتصرف هون؟ هلأ حقيقة تمييز دقيق بيناتهم ما له موجود طبيا. نحن رح نشوف حالة غياب عن الوعي، ممكن يوصل للشخص بارتفاع السكر لأرقام كتير عالية، لغياب عن الوعي، وبانخفاض للسكر رح يصير في غياب عن الوعي. بس بالتدقيق بالقصة منشوف نحن الشخص اللي بيصير معه هبوط سكر، من الأعراض الرئيسية اللي بتصير عنده، أول شيء بلش الوعي تبعه يخف، اثنين ممكن يصيبه رجفة، تمام، وبعدين منلاقيه فقد للوعي. نحن هون بهالحالة هي قياس السكر، غالبا المرضى بيكون في عندهم اجهزه السكر، قياس مريض السكري دائما اي اعراض بتصير عنده لازم مباشره يقيس السكر عنده. فاذا كان السكر منخفض لازم اسرع ما يمكن نعطيه شغله حلوه لحتى نرفع له السكر. هلا بالعيد مثل ما تفضلتي الاصابات بتكون هي لا هي ارتفاع السكر، وهي شغله سيئه. نحن مثلا اخذنا حلو اوكي ما في مشكله، بس خلينا نكون ملتزمين بادويتنا بشكل جيد. اثنين ناخذ سوائل، ما ننسى حالنا من شرب السوائل، لانه السوائل اللي بناخذها هي كثير بتساهم بتخفيض السكر. تمام. ونحن لما بيجي لعنا المريض وكان عنده ارتفاع سكر، اول شغله بنعمل له بنعطيه سيروم ومنعلق له لحتى نعطيه سوائل كافيه لتخفيض السكر قبل ما حتى نعطي خافضات السكر. تمام. طيب هلا اذا بدنا نحكي يعني كمان عن بعض القصص اللي ممكن تصير صراحه بالعيد، وشهدنا يمكن البعض منا، في اطفال يعني كمان نفس الشيء، كل شيء بيكون موجود قدامهم ممكن ياكلوه يبتلعوه كذا، في حال صار هيك شيء
ابتلعوا شيء او جسم غريب دخل عليهم ممكن يحسوا بشعور الاختناق او يصير في عندهم خنقه، كيف كمان نتعامل مع هذا الموضوع خاصه مع الاطفال الصغار؟ على فكره كل مواضيعكم هي عباره عن اسمها بي ال اس بيزك لايف سبورت، اللي هي الاسعافات اللي لازم تتقدم للشخص بالحالات ابتلاع الجسم الاجنبي. نحن اذا كان بالمري وحتى الغصة والاختناق بدنا نميز بيناتهم، الغصة هي انه بصير تشنجات بالمري تمام تعمل آلام اثناء البلع، هي بنساعدها بضربات على الظهر بتخليها تنزل القمل لتحت عكس الاختناق. صار في كسر بالضربة خشبة؟ لا ضربات نحن اهتزازية بنعملها على الظهر بحيث نساعد على انه القمل تنزل للمعدة. تمام. اما بالاختناق بتكون مختلفة تماما، اللي هي مباشرة المريض نحن بنشوف بحالات اختناق حتى بنكون قاعدين بعزيمة موجودين بتلاقي مباشرة حط ايده على رقبته ما في اي صوت عم يطلع منه، وهون اللقمة او الشيء اللي اكله هو فات بالمجرى التنفسي وليس بالمري. تمام. هون في مناورة كتير مهمة هي اسمها مناورة هيملخ، اللي هي عبارة عن ضغطات على البطن، لازم كل مثل ما قلنا نحن كل 10 اشخاص لازم يكون في مسعف، اذا ما في مسعف معناته نحن بخطر. تمام. فبعباره عن ضغطات على البطن من الاسفل للاعلى، 5 ضغطات بتساعد على اخراج الجسم الاجنبي من اللي فات، وهي بصير فيها انقاذ للحياه تماما. وممكن حتى نستخدم الضربات الظهريه بس عكس الضربات الظهريه تبع الغصه. بالغصه نضرب ونعمل الاهتزازات بحيث انه يصير لتحت تنزل من فوق لتحت، بينما بالضربات الظهريه نضرب عكسي. بالعكس من تحت لفوق. ضربات عشوائيه يعني؟ لا مدروسه، نعمل حركات اهتزازيه بحيث انه نساعد على اخراج الجسم الاجنبي من الحلق. تمام. يعني دكتور كل الوقت انت عم تحكي عم فكر قديش مهم انه بجامعاتنا مثلا يكون في ماده الزاميه بكل الافرع انه الواحد يتعلم فكره الاسعافات الاوليه، لانه فعليا حتى بالبيت عم تقول حضرتك انه 10 اشخاص، حتى بالبيت على مستوى 4 أو 5 اشخاص اذا ما في شخص قادر انه هو يتصرف بسرعة ويكون قد هي الحمل والمسؤولية، فكمان نحن رح نكون بخطر. تفضل. تمام. ما هو لأنه الإسعاف هو الإنسانية بأعلى درجاتها. صح. تمام. فحتى أنه أنت عم تنقذي حياة إنسان، وهذا الشيء موجود عند كل العالم. أكيد موجود، ولكن بدي أرجع بس هيك عقب على فكرة حكيتها ببداية الفقرة، في أشخاص غير قادرين أنه هن يعملوا، بيتوتروا لدرجة بيوتروا المريض أكثر ما هو متوتر. شو ممكن يعملوا؟ نسحب مثلا نادي لحدا طلب المساعدة. افضل منك قادر انه هو يعمل شيء؟ طلب المساعدة اساسية يعني انا مثلا شفت حادث شخص موجود على الارض، انا بدال ما اقرب عليه واعمل له اي حركة تأذي، لا انا بطلب مساعدة. مثلا ممكن اتصل بالاسعاف السريع، ممكن اتصل بطبيب، ممكن اتصل بصديق يعرف بهالقصص. يفضل دائما بالاسعاف اهم عنصر فيها هو انه نعرف شو ما لازم نعمل وليس شو لازم نعمل. ما لازم نعمل ما نأذي بدل ما نأذي المريض. تمام. شو في هيك يعني ابرز ممكن النصائح يعني ممكن توجهها هلا حاليا للاهالي وللاشخاص يلي هلا عم بيعيدوا؟ كل عام والجميع اكيد بالف خير مره ثانيه. شو ابرز النصائح اللي ممكن تقدمها بما يخص عملكم وانتم اهل الاختصاص، يعني بتعرفوا اكثر وبتعرفوا يمكن القصص اللي بتصير اكثر، ففيك انت يعني توجه لهم بعض النصائح لحتى يلتزموا فيها وعن الشغلات الشائعه اللي ممكن تصير بالعيد. تمام. هلا حكينا نحن على الاضطرابات الهضميه انه كثير مهم انه ننظم طريقه غذائنا ونخلي كميات الاكل تبعنا قليله ومتعدده ومع شرب سوائل جيده. 2 الازيات الرضيه حكينا كيف نتعامل. في شغله كثير مهمه ضربه الشمس. هلا الشمس صارت طالعه والشخص لما بيتعرض للشمس هي مجرد في مرحله من المراحل ببلش مثلا يتعرى، بعدين بينشف حتى العرق وبيغيب عن وعيه. فنحن ما في داعي باوقات ذروه الشمس انه نكون نحن قاعدين خصوصا الاطفال، لانه هن مبسوطين بالعيد ونسيانين حالهم. هذا واجبنا نحن انه ننبه الاهل انه يديروا بالهم على اطفالهم. صحيح. شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. كل عام وانت بالف خير يا رب. وانتم بالف خير. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك.